اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من يلا نتفاهم. في بدايه حلقتنا بنرحب بضيفتنا النهارده في البرنامج الدكتوره ايمان ادوار، واللي هتشاركنا في مسابقه اسرار كتابيه وكمان في موضوعنا المهم النهارده عن ولادنا. اهلا بيكي دكتوره ايمان. اهلا بيك يوسف. اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين. اهلا بيكي دكتوره ايمان. اهلا بيكي. مبسوطين بوجودك معنا النهارده. ميرسي. وكالعاده بنعلن اسماء الفائزين اللي كانت اجاباتهم صحيحه لاسئله الحلقه العشرين. أم كرولوس بديع، سارة بشرة، نميانة جرجس، فيبي زكي، مجدة شكري، أمل موريس، راندا أنور، عبير فرج، أسير صبح النصحي، أم ماير سعيد، مراد إبراهيم، سالي رمزي. يلا بينا يوسف نبتدي كده الحلقة رقم 21 من أسرار كتابية. الحلقة رقم 21 هنكون فيها بناخد الإصحاح 34 وإصحاح 35. إصحاح 34 يعني في كده حادثة مش ظريفة. دينا بنت ليئة، بيقولوا كده تعبير الكتاب، يعني بيقول لك كده خرجت لتنظر بنات الأرض، تشوف البنات اللي ايه حواليهم في المكان يعني. فرآها شكيم ابن حمور وخدها و اتجوزها، وبيقولوا كده أذلها، بس تعلقت نفسه جدا بدينا ابنة يعقوب. راح هو شكيم ده كان من نفس مش من نفس طبعا الشعب الله، كان أمم حوالين يعني الناس حوالين أو في المكان اللي هو راح فيه يعقوب وقعد فيه. فهي لما شافت البنات وكده يعني الفضول جذبها إنها تشوف يعني، فحصلت لها المشكله دي بقى، وشكيم شافها واصر ان هي انها تبقى مراته. وراح قال لابوه وقال له انا عايز اتجوز دينا. يعقوب بيقولوا عارف واستاء جدا ان دينا تدنست عشان اتجوزت من الامم. كان اخواتها كانوا في الحقل او يعني بيشتغلوا في الحقل، لما رجعوا سمعوا القصه دي صاروا جدا. وجي بقى حمور اللي هو ابو شكيم دوت، حاول ان هو يصلح الموضوع، فراح ليعقوب وقال له انا يعني ابني متعلق جدا بنتك دينا، وانا يعني مستعد انه ندفع اي مهر واي حاجه وهو يتجوزها، وانتوا قاعدين في وسطينا كمان ليه ما لا نتصهر، او يعني ليه ما تاخدوش بناتنا واحنا ناخد بناتكم وتبقى الدنيا. طبعا شعب الله كان ربنا منبهه جدا ان هو ما يختلطش بالامم. اخوات دينا بقى عملوا اجابوا على حمور ده ابو شكيم بمكر زي ما بيقول كده الكتاب، وقالوا له احنا ما نقدرش ان احنا نختلط بيكم، لأنه شكيم ده رجل أغلف، لازم كلكم تختتنوا، الرجالة كلهم يختتنوا علشان نقدر إن احنا نتصاهر معاكم. وفعلا حمور اقتنع بالكلام وراح لأهل عشيرته وقال لهم احنا عايزين نتصاهر مع الناس ديت، فايه المشكله ان احنا نختتن كلنا عشان ايه؟ هم مش هيرضوا ان هم يجوزونا بناتهم ولا احنا نتجوز من عندهم من غير ما نكون زيهم يعني. واقنع الناس كلها، الرجاله كلها اللي في المدينه، وفعلا راحوا اختتنوا. وفي اليوم الثالث هم لسه بقى زي ما بيقول كتاب كده متوجعين، راح جاي شمعون ومين ولاوي، وراحوا دخلوا على هناك عندهم، قتلوا كل الرجالة وخدوا دينا سحبوها معاهم ورجعوا. دول عملوا خطة يعني. عملوا خطة يعني قبل ما يعني كان رد طبعا يعقوب كان متضايق جدا وخاف جدا، وقال لهم انتوا كده هتعملوا مشكلة بيني وبين اهل غريب. المنطقة كلها الناس دي مش هتسكت علينا. رد فعل جامد. لانه مش من الناس بقى اللي اتقتلوا كمان، لا الناس اللي حواليهم لما يعرفوا حاجة زي كده هيبقى ايه، أكيد ممكن هيبقى في عداوة، هيبقى في عداوة معهم كلهم.
يعني انا قبل ما اعدي على الحته ديت، يعني ايه رايك سيدينا التي تطلعت خرجت لتتطلع اللي جايبنا ورا الى بلات الى بلات حب الارض؟ الاستطلاع دايما عندنا يعني ان انا يعني الحاجه اللي هي بعيده او مش معروفه او مجهوله بالنسبه لي احب يعني ابحث عنها ادور عليها. هي بتقلي عمل زي البنات، عايزه تشوف البنات بيعملوا ايه وتعرف كده الدنيا. بس مش لا يعني لا لا من يعني لا من العشيره ولا من بني اسرائيل ولا يعني ايه الهدف ان هي تروح مكان مجهول بالنسبه لها ومحدش عارف يعني هيوصل معاها لايه، ودي النتيجه طبعا ان هي يعني اتاذت جامد يعني. ايوه طبعا يعني يعني بحس كده انه حب الاستطلاع ده ولو كان في الظاهر ان حاجه بريئه، انا عايز اشوف حاجه ايه الدنيا فيها ايه، لكن ممكن بيوقع شباب كتير وبيعمل لهم مشاكل يعني لا حد لها. يعني ليه تروح في جو مش مظبوط تشوف ناس؟ طب هم ليهم عادات معينه، ليهم اسلوب معين، ليه يعني بنحط نفسينا في مشكله وبعد كده تحصل بقى مشكله كبيره وما نبقاش عارفين ان احنا نطلع منها، ولو اتحلت بتتحل بالطريقه الدمويه دي اللي حصلت من ولاد من اخواتها من ولاد يعقوب اخواتها. وطبعا يعني برضو يعني ولاد يعقوب برضو كانوا يعني رد فعلهم عنيف جدا يعني كان كفايه قتلوا يعني حمور نفسه او شكيم لا دخلوا كله، لكن العيله كلها بالناس بالعشيره كتير يعني. كده الاصحاح 34 خلص، الاصحاح 35 برضو يعني الاصحاحين دول فيهم شويه حاجات كده يعني محزنه، شويه حاجات محزنه على شويه حاجات مش حلوه. في الاول يعني الكتاب بيظهر بقى خوف يعقوب، كان يعني شبه مرعوب، بس يعني الحاجه الحلوه اللي فيه ان هو لما خاف ربنا راح على مين؟ على ربنا، راح على ربنا على طول. ربنا طالما بيروح له ربنا بقى بيبادر بيتكلم، يقول لك كده في اول صحيح يقول لك ثم قال الله ليعقوب، يعني ربنا ما سابش يعقوب لوحده خايف الان مرعوب رغم العك عمال بيدورها في دماغه، طب ايه اللي ممكن يحصل، طب الناس اللي حوالينا ممكن يعملوا معنا ايه، طب احنا هنعرف نقعد هنا ونكمل ولا لا. طبعا افكار كتيره عماله بتدور في دماغه وقلقان جدا منها يعني. يقول كده ربنا على طول ثم قال الله ليقدر. ربنا على طول بيتدخل وقال له ايه، روح اصعد لبيت ايلي اللي هو كان موضبه قبل كده واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. فقال يعقوب لبنيه وكل بناته، قال لهم بقى تعالوا عشان احنا هناخد هنقعد نذبح ذبيحه في المذبح اللي انا كنت عامله ونشوف ربنا هينجينا ازاي. يقول لنقم ونصعد الى بيت ايل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. اللي حصل اللي كان خايف منه يعقوب ربنا تعامل معاه بطريقه عكسيه تماما. بدل ما كان يعقوب خايف من اللي هيحصل له من الناس، يقول لك كده ايه، رعب من ربنا على الناس اللي حواليه كلهم بقوا قلقانين من يعقوب واولاده. يقول لك كده الله عمل ايه، يعني الدنيا مشيت بالعكس بس الدنيا مشيت بالعكس في كده حاجه بتقول اللي تخاف منه ما يجيش يحصل. انا عايزه اشوف يعني الحته اللي ربنا وباركه يعني كمان يعني ربنا مش بس ان هو عمل كده لكن كمان ربنا باركه جدا. فظهر الله ليعقوب ايضا حين جاء من فدان ارام وباركه وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك يعقوب اسمك اسرائيل. وقال الله أنا الله القدير أثمر وأكسر أمة وجماعة
تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك والأرض التي أعطيهم أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها. نصب هناك عمود وقدم ذبيحة وشكر لله ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. هو من الأول كان اسمه بيت إيل، مش ربنا قال له روح بيت هو إيل. الكتاب عادة بيتكلم على الاسم الحاجة وبعد كده بتلاقيه بعد كده قال لك ازاي سماها ويشرح سبب التسمية يعني. تمام. بعد كده حصلت حادثة مؤسفة انه رحيل كانت حامل في ابنها الثاني وهي بتولد تعثرت الولادة والجنين نزل بالعافية وهي ماتت. يعقوب دعا اسم الولد ده بنيامين. بس هي قبل ما تموت لازم برضو تحط اللمسة بتاعتها. يعني هي برضو قبل ما تسميه ابن أوني. أسميه ابن أوني. ابن الحزن. ابن الحزن. بس نشكر ربنا رأي يعقوب ما سمعش. ابوه يعني يعقوب ما استجابش للتسميه بتاعتها وسماها بنيامين. بنيامين ابن اليوم. ودفن يعقوب رحيل زوجته و كمل المسيره. كمل بقى المسيره. في بعد كده بيقول ابناء يعقوب بقى ال 12 لان دي الاسباط ال 12 بعد ما جه بنيامين. بعدها رجع يعقوب لبيت ابوه اسحاق لانه كان تعبان جدا وعلى وشك ان هو يموت وفعلا مات اسحاق ابوه كان عنده 180 سنه. اخذوا يعقوب ويعيسوا ولاده وكفنوه ودفنوه. وبكده نبقى خلصنا الاصحاح رقم 35 من سفر التكوين. خلاص هانت فاضل 15 اصحاح ونكمل ال يخلص سفر التكوين. يخلص سفر التكوين كله. تمام. انا طبعا حاسس ان في ناس ابتدوا كتير يتشجعوا معانا في المسابقه ويشتركوا معانا واعداد كتيره ابتدت ان هي تجاوب وفي هدايا حلوه يعني كل 10 حلقات كده ولا 15 حلقه هننزل هدايا ونوصلها لغايه البيت عند كل واحد. نشوف الأسئلة بتاعت الحلقة رقم 21 إصحاح 34 و35 من سفر التكوين. السؤال الأول بيقول كيف تم تدنيس طهارة دينا وما السبب الذي جعلها تتعرض لهذا الموقف؟ السؤال الثاني ماذا طلب حمور أبو شكيم من يعقوب وماذا كان رد فعل أولاد يعقوب على ما حدث لدينا أختهم؟ السؤال الثالث لماذا خاف يعقوب بسبب موقف أولاده؟ ماذا كان تعامل الله معه وكيف حماه؟ 4 كيف بارك الله يعقوب وماذا قال له وماذا فعل يعقوب عندما باركه الله؟ السؤال الخامس والأخير ما هو عمر إسحاق وكم كان عمره تقريبا عندما تركه يعقوب ابن؟ الكلام ده هتلاقوه في إصحاح قبل كده يعني احنا بندرس لازم نروح كده ونيجي في الكتاب المقدس في الإصحاح وكده ونربط المواضيع ببعضيها. هي دي الدراسة الجميلة. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا بقى نكمل حلقتنا النهاردة. أب كان قابلنا وبيقول الولاد وهم صغيرين كانوا بيسمعوا الكلام كل حاجة نقولها لهم بيسمعوها لكن لما بيكبروا مش بيسمعوا الكلام لكن بيسمعوا أكتر كلام أصحابهم بيسيطروا عليهم وعلى أفكارهم. وبيقول كده أنا بحس إن ولادي اتغيروا في أفكارهم وأسلوب كلامهم وطريقة لبسهم ولما بحاول أفكرهم بالكلام ده يقولوا لي ده كان زمان. أمي كمان بتحكي وبتقول أنا مصدومة في ولادي مش بيسمعوا أي كلام بقوله ولا رتبي أوضتك اغسلي إيدك لمي كتبك رغم إنها حاجات بسيطة لكن كله مرفوض مش عارفة أتفاهم معاهم خالص مش عارفة أعمل معاهم إيه. طبعا امر محزن اني ابقى في البيت ولادي معايا لكن كل واحد في حاله كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وفي وادي تاني. احيانا بعزي نفسي واقول طالما هم كويسين وانا ما بقصرش معاهم بلبي كل احتياجاتهم بتبقى الدنيا ماشية. لكن يعني احنا بقى كاباء وامهات بنبقى زعلانين فعلا
ان الاحوال وصلت لدرجه ان الغربه في البيت. عندنا النهارده اكتر من سؤال ازاي نتعامل مع اولادنا لما يكبروا. طيب ايه الاسلوب المناسب علشان اكسبهم، وايه اللي ممكن يخسرني علاقتي معاهم؟ ازاي نكون اصحاب نحكي مع بعض، يحكوا معانا ونحكي معاهم بسهوله؟ الاسئله دي وغيرها هتكون موضوع حوارنا النهارده مع الدكتوره ايمان. دكتوره ايمان، احيانا كتير بحس ان العلاقه بيني وبين ولادي وصلت لدرجه الغربه، رغم ان احنا في بيت واحد، مش عارفه اعمل ايه. يعني عايزه اقول انه ده مش حل بيت ولا اتنين ولا تلاته، معظم البيوت وصلت لكده، انه بقى في شيء من الغربه، شيء من التباعد، شيء من فقدان التواصل بين الولاد وبين الاباء والامهات. بس احنا دايما يعني تعودنا على حاجه، ان احنا ايه، عايزين نحل موقف. لا، احنا مش مطلوب نحل موقف، لان الموقف ده حصل لاسباب او حصل لكذا عامل. احنا محتاجين كاباء وامهات انه ليه ابحث كده، ليه حصل كده، ليه حصل تباعد بينه وبين ولاد، مع ان هم صغيرين زي ما قال مثلا يوسف على انه الاب كان الاول، الولاد قريبين وهم صغيرين وبيسمعوا الكلام، في سيطره، وبيسمعوا نصايحنا. السيطره بتخلص لما بيبتدوا بقى يكبروا. حتى الحكايه دي احنا بنلاحظها، يعني طول ما الولاد صغيرين تحت رعايتنا بالكامل، يعني 100%، يعني معتمدين علينا اكل وشرب ولبس ومصاريف ومروح مدارس وكل ويغير ومثلا يخش ياخد حمام وبتاع. ففي المده دي او في الوقت ده الولد او البنت بيبقوا مين الكبير اللي في البيت؟ بابا. مين الكبير اللي في البيت؟ ماما. ده بالاضافه بقى ان هم مثلا بيبقوا صغيرين، ماما دي كبيره، انا صغير، بابا ده كبير. لكن اول ما الولاد بيكبروا في السن ويخشوا على سن المراهقه ويبتدي يبقى عندهم فكر ويبتدي يبقى امور معينه انا بعتمد فيها على نفسي، انه مثلا لا انا ممكن اعمل اكل لوحدي، لا انا ممكن اروح المدرسه لوحدي، ممكن البس لوحدي، فبتبتدي تتكون عندهم صوره شبه انه ايه، طب انا ممكن ما اعتمدش على ماما او بابا. يمكن للاسف بتبقى التواصل بس في حته ايه، فلوس او تسديد احتياجات، لكن اكتر من كده خلاص الولد او البنت بيوصل لدرجه انه انا مش محتاج ماما في حاجه، مش محتاج بابا في حاجه. طيب هل احنا سالنا نفسينا ليه الولاد وصلوا للدرجه دي؟ عشان احنا في حياتنا يعني ايه، بنستسهل او بنوصل معاهم لطريق سهل. ايه مثلا الولد معامل اعمل كده، عارفه سكه الاوامر. انا بتخيل انه او يعني بظن ان السكه دي سكه، يعني ايه سكه سهله او سكه اللي هتجيب المطلوب. هريح دماغي، هزعق في الولد، هزعق في البنت، اقعد ذاكر، قوم نام، خش الحمام، ما تتفرجش على التلفزيون. الكلام ده بيحصل بعد بنهده كتير، يعني مش من اول جمله بنزعق، بس يعني قوم، طيب 5 دقايق، شويه، مش عايزه انام، فخلاص بقى. فبتضطري توصلي للاسلوب ده. بصي، يعني احنا عشان يعني هنعالج حاجه زي كده يبقى لازم نبتدي من الاساس. احنا محتاجين كاولياء امور دايما يكون عندي نظره مستقبليه للامور. هل النهارده انا مثلا قلت مره واثنين وثلاثه، مفيش طريقه غير الزعيق، مفيش طريقه غير استغلال السلطه. يعني في نقطه يعني معلش سامحوني يعني مش بننتبه ليها، بس العيال بياخدوا بالهم منها، ايه؟ ان ماما وبابا مسيطرين، ان بابا وماما بيستغلوا السلطه بتاعتهم. طب انت بقى بابا، طب انت ماما، طب ماشي اوكي. احنا لما هنكبر، ودي كتير بنشوفها في الخدمه، الولد او البنت لما بيكبروا وخصوصا بقى لما يبتدوا يعتمدوا على نفسهم كمان في الفلوس. دلوقتي احنا عندنا في مصر بقى ممكن مثلا من 16 17 سنه ممكن ينزل يشتغل حاجات اونلاين، يروح مثلا في مكان معين ويعمل شغل، فيبقى في ده الفلوس والفلوس في ايده. ده كمان بقى بيزود التباعد اكتر. ليه؟ الحته اللي انت ماسكني بيها ومسيطر عليا بيها انا هكسرها. ده العيال دلوقتي اللي مسيطرين علينا، احنا بنعرف نمشي عليهم كلام. ما لا، مش فكره مسيطرين الولاد، بس احنا للاسف بنوصل لدرجه انا حاسه بالاباء والامهات يعني انه خلاص بقى زي ما اكون بستسلم، او ما فيش فايده،
او يعني هنعمل ايه اكتر من كده. وبعدين يعني ما انا زعقت كتير واستنفذت كل طاقتي في الزعيق وفي الصوت العالي وادي النتيجه. لا تمام. في 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 حلول. عايزه اقول دايما انه طول ما الهنا موجود وطول ما احنا موجودين على قيد الحياه يوجد رجاء. حتى لو الدنيا قدامي مضببه او الدنيا قصادي مظلمه، لكن طول ما ربنا موجود وطول ما انا على قيد الحياه يوجد رجاء. ده مهم قوي، لان انا من غير الرجاء ده انا مش قادره اتغير. انا مش هقول لك الولاد يتغير، لان طبعا دي بنحترم ارادتهم وحياتهم، وطبعا الامر محتاج زي ما اخذ وقت في البعد هياخد وقت في التواصل. بس على الاقل انا انتبه للامر ده، ان لازم يكون انا افرق ما بين السلطه والسلطان، افرق ما بين انه الغاية تبرر الوسيلة. لا، أنا مش عشان أطلع ابني مؤدب أو مثالي أو شاطر في المدرسة أضغط على نفسيته، أهمل في احتياجاته النفسية. أم بتحكي. أنا بس طبعا. أنا عايزة يعني أقف بس هنا. ما هو يعني نفسيته ولا يدخل الثانوية العامة؟ نفسيته إزاي؟ خلينك بصي يا سامية، بصراحة يعني ممكن الابنة والابنة يخلص دراسة خش الكلية ويشتغل، للأسف الأمور دي ما بتبنش غير وقت الاحتكاكات مع الآخر، وخصوصا بقى لما يجي يتجوز أو تيجي تتجوز الحاجات بقى القديمة يعني هتطلع. فأنا كأب وأم لازم يكون أنا محتاج أن يكون عندي نظرة مستقبلية لابني أو بنتي، أن يهمني أو أن أنا انتبه للاولويات عندي. هل انا يهمني ان اطلع ابني شاطر ويبقى هش نفسيا، ولا يبقى اخد ودي معاه في موضوع المذاكره ويبقى نفسيا مش هقول لك يعني 100%، بس على الاقل كم الجروح اللي موجود في نفسيه الولاد يعني اقل. بس النظره المستقبليه دي مهم، نجاحه وتفوقه. انا باصص برضو نظره مستقبليه، لكن حضرتك قصدك ايه بقى بالنظره المستقبليه بالظبط؟ يعني البني ادم مش بس بيعيش بالنجاح، البني ادم مش بس بيعيش بالفلوس، البني ادم مش بيعيش بس بالمستوى الاجتماعي، بعيش بنفسيه، بعيش بحياه روحيه. يعني من في خلال علم النفس ممكن اشارك حضراتكم في بحث كده اتعمل، عملته وزاره الصحه المصريه واتنشر في جريده الاهرام 21/10/2021. خدوا زي مجموعة من طلاب مدارس ثانوي، لقوا يعني لما قريت البحث يعني صدمت. 29% بيعانوا مشاكل نفسية، 21% بيفكروا في الانتحار، 14% بيعانوا من الاكتئاب، 10% عدم الرضا عن شكلهم، 19% لديهم رغبة في إزاء الذات. النسب دي خدوها من طلبة بيفتقدوا للتواصل والصداقة مع الأهل. ما هو فشوفي قد إيه الخطورة بتاعة إن يبقى مفيش تواصل، مفيش كلام، مفيش حكاية، يبقى في غربة بين الأولياء، بين الأب والأم وبين الولاد. ما أنا عايزة أصاحبهم، هم اللي مش راضيين. ما أنا ما تزعليش مني، هو أنا زعق فيه وهت فيه وهد في نفسيته وتوصل له رسالة سلبية ان انا كل اللي يهمني منك انك تذاكر كويس، وكل اللي يهمني ان انت تطلع محدش يقول على ابن فلان او ابن فلانة حاجة وحشة. عايزة بعد كل ده الولد لما اجي اقول له يلا حبيبي تعالى بقى اقعد حكي لي، يا ماما وماله قاعدة حكي لي، ايه ده بني ادم، ده مش صنم، مش أيوة آلة. ما هو لازم يبقى فاهم ان انا بعمل كده لمصلحته. طب حضرتك عندك حلول؟ الحلول كتيره، بس احنا مهم يعني احنا كاباء وامهات الامور عندنا يعني ايه تتعدل شويه، يعني في اولويات. عايزه كنا عملنا برضو بحث مع امهات يعني، فام بتحكي بتقول برضو بتعاني ابنها خلص الكليه بس بتعاني من اللي احنا قلناه بقى، انه الغربه وانه بيقعد معظم الوقت بره، هو لسه ما اشتغلش بس بيقعد معظم الوقت بره، ولما يخش البيت يروح داخل اوضته ولو قعد معاهم وشه في وش الموبايل حاجات كده. هي بقى بتقول انا عايزه اشوف ايه اللي حصل. يعني بتقول كان زمان والولد في المدرسه وقع واتجرحت ايده اليمين،
بس الجرح كان عميق قوي لدرجة انه وصل للأوتار اللي هي مسؤولة عن حركة العضلات بتاعة الإيد. المهم جريوا بيه وخدوه على الدكتور وبتاع، الدكتور اداله بنج وتمام التمام وعمل العملية، خد طبعا وقت طويل. بعد ما خرج الدكتور والولد بقى كويس وكده، أول سؤال الأم سألته، تتوقع إيه حضرتك؟ إيده بقت كويسة وبتتحرك كويس؟ آه. هل هيعرف ابني يكتب بإيد؟ هيعرف يكتب بإيده بعد كده؟ هيعرف يذاكر؟ يعني أنا ما اهتمتش إن الولد كويس، ما اهتمتش إن الجرح مش هيسيب أثر، ما اهتمتش إن ممكن مثلا يسيب عاهة في إيده. كل همي إن الولد بعد ما الجرح يخف يعرف يكتب كويس. طب ما هو ده دليل على انه هيبقى ايده كويسه. لا، ده دليل على انه انا نظرتي لابني او بنتي مش نظره الغلاوه والقيمه والتقدير، لكن انا نظرتي لابني او الرابطه اللي بيني وبين ابني انك هتطلع شاطر، انك هتطلع بشوف يعني، حتى لو انا ما قلتلوش كده بس في حاجه جوايا. ابن خالتك في ثانويه عامه دخل كليه الطب، بنت عمتك دخلت كليه هندسه، فلان بعد دخل الكليه وبقى بيجيب تقدير كل سنه، انت كمان لازم تجيب تقدير. فبتوصله رساله سلبيه اني انا انت بالنسبه لي مش ابني الغالي عليا، لكن انت بالنسبه لي، اقول لك جمله اتقالت، شهادات بفتخر بيها. يعني الولد والبنت عشان كده البحث ده بيقول لك كام في المية بيفكروا في الانتحار، كام في المية بيعانوا من اكتئاب. ليه؟ انا كأب او ام انا عارفة انه ممكن اكون عملت كده بدون قصد، طبعا استحالة حد فينا هيكون قاصد، بس ببقى يعني مش واخد بالي انه ابني او بنتي قبل ما يبقى ناجح في دراسته وفي مذاكرته، أنا هممني يبقى ناجح علاقتي بيه، ناجح في هو نفسه. يعني لما الكتاب بيقول أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك أيضا ناجحة، يعني حط النفس أنها تكون ناجحة وبعدين حط كل حاجة تانية تابعة للأمر ده. يعني أمهات كتير تقولك إحنا وقعنا في الفخ ده والعيال صغيرين، كل همنا الولد يجيب الفول مارك والبنت تطلع من الاوائل ويرجعوا. انت عارفه بقى في نياشين بياخدوها بتاع بيلبسوها كده، ولا مثلا بادج يتحط وابقى بقى فخوره ومبسوطه. كل ده جميل وكل ده حلو، بس هل ده الاولويات؟ هل ده هيطلع جيل فعلا يتواصل مع اهله؟ ولا الجيل ده اول ما بيحس ان هو خرج من تحت سلطه الاهل وليا اصحابي بقى بره، طبعا الاصحاب بقى لا بيكلموا في المذاكره ولا بيكلموا في الحاجات المعقده بتاعه البيت دي، ولا حد هيشخط فيا، ولا حد هيأمرني، ولا حد هيقول لي اعمل وسوي. فطبعا انا عايز مجتمع ايه ما فيهوش الاوامر. فللاسف يعني من غير ما نقصد بنبقى قوه طارده لاولادنا، مع برغم انه ولادنا دول اغلى ما عندنا. يعني الواحد بيبذل كل مجهود، الواحد ده اللي عايزه اقوله لحضرتك. يعني هما الولاد مش بيبقوا شايفين الواحد قد ايه بيبقى تعبان وبيشتغل وبيحاول يوفر لهم حياه اجتماعيه كويسه، بيدخلهم احسن مدارس. يعني هو كل ده مش بيبقوا حاسين بغلاوتهم. لا، هقول لك كذا حد من الولاد اللي كبروا كنا بنتكلم معاهم، وكان الاباء سافروا يشتغلوا بره. يعني ففي حد كان بيقول انا في وقت ما كنتش محتاج فلوس بابا، انا كنت محتاج حضن بابا، انا كنت محتاج مشوره بابا، محتاج سند بابا. يعني بنات نفس الكلام تقول لك ماما ماما بتبذل مجهود جبار وتروح تشتغل وبترجع تشوف البيت وتشوف مطالبنا وكل حاجه، كل ده تمام وكل ده حلو، بس الاحتياج النفسي اللي بيحسوا بيه الولاد، وخصوصا بقى لما بيبتدوا يكبروا، عارفه بقى سن المراهقه والتغيرات بتاعت الهرمونات، وبيحتاج سبورت معنوي، بيحتاج ثقه في نفسه، بيلاقي ماما بتشخط، بابا بيشخط، انت بتتصرفي ازاي كده، انت ايه اللي بتعمله ده، يقولوا ايه عليا. اصل هم في السن ده يا دكتوره اتفضل، يعني بيبقوا مستفزين فعلا وتصرفاتهم أنا مستفزه. طب انا يعني طبعا احنا بنشوف تصرفات يعني انا لحم ودمي، يعني ما بستفز
يعني وهم ليهم كده طريقة يخلوك تطلعي عن أعصابك يعني. طبعا هم عندهم يعني هم عندهم مفاتيح، عندهم مش بس مفاتيح ده عندهم زراير بس يعني. حتى ساعات الولاد يبقوا مع بعض يوم يقول لك ايه، بص احنا هندوس على الزرار ده، بص ماما دلوقتي هتتحول هتبقى رجل آخر، بص بابا خلاص يعني. طيب يعني هل بقى يعني عايز اقول ايه، يعني ينفع انه هم يبقوا الصغيرين واحنا الكبار ويبقوا هم فاهميننا ورصديننا ويتحكموا في تصرفاتنا؟ هل ده وضع صحيح؟ الحقيقة هم عندهم نسبة ذكاء عالية بس نسبة ذكاء عالية بس نسبة الخبرة عندنا أكتر، ودي النقطة اللي احنا بقى محتاجين نشتغل عليها. مش بس كده، احنا كمان عندنا احتواء أكتر، احنا عندنا يعني أتمنى يكون عندنا وسع أكتر إنه أستوعب اللي قدامي. يعني مفيش مانع أبدا إني أكون أخش على النت، ما احنا بنخش على النت وبنقرأ حاجات كتير، أخش على النت على جوجل أقرأ مثلا إيه سمات السن بتاع الولاد. يعني مثلا بيقولوا إنه من سن سنتين لخمس سنين هو ده السن اللي الطفل بيستقبل فيه كل يعني إزاي يتعامل أو إزاي يبقى ذو قيمة أو إزاي يبقى ذو تقدير. طب ده أنا في السن ده بشخط فيه وبديله أوامر وقوم اصحى بسرعة يلا عشان المدرسة، ويرجع من المدرسة اقلع هدومك وخش خد شاور ويلا عشان ناكل ويلا عشان نذاكر ويلا عشان تنام ويلا عشان مش عارفة ايه. فالطفل بقى طالع ما بيتحركش غير بأوامر. لما بيكبر بقى شوية زي ما بقول لحضرتك خلاص هو بيكتشف بقى ان ماما وبابا دول كانوا بيستغلوا السلطة بتاعتهم وبيستغلوا ضعفنا، فاحنا بقى هنرد عليهم. هو يعني انا عايز افهم معنى كلمه سلطه. سلطه حاضر، انا برضو عشان نجيب بكلام سلطه في علم النفس، اصل انا حاسه انه دي مش سلطه، ده انا عماله بخدم فيهم من الصبح، فانا عايز افهم معنى كلمه السلطه. نفهم معنى السلطه والسلطان. السلطه معناها في العلم النفس قدره شخص معين على فرض انماط سلوكيه، والسلطه ضد مبدا التعاون. ضد مبدأ التعاون؟ لا بصي، السلطة قدرة شخص معين على فرض أنماط سلوكية. يعني أنا مش عايز أمشيه بطريقة معينة بالظبط، يعني أنا مش بدي فرصة لابني أو بنتي إن هو يبدي الرأي. يا وهو صغير يبدي الرأي. أنا لسه أقول ده عنده 3 سنين هيبدي رأي إيه؟ أول ما يبتدي يبقى فيه وعي وفيه فهم ببتدي أقوله إحنا هنعمل ديل مع بعض، أنت عايز تذاكر أنا عايزك تذاكر وتخلص الواجب بتاعك، وأنت عايز تلعب واحنا عايزين نعمل الاثنين، يبقى احنا هنلعب شويه وهنذاكر شويه. لو انت هتلعب اكتر ما هتذاكر يبقى احنا بكره هنذاكر اكتر ما هنلعب. او دي برضو اللي لاحظناها في الخدمه، مثلا ام بتتفق مع ابنها انت هتقعد تلعب مثلا نص ساعه، فهو الجيم خده، ماما معلش ممكن ربع ساعه تاني الجيم يخلص مش عارف. طبعا ايه هما بيبتزون عاطفيا فبتكون النتيجه بيصعب عليا فبسيبه ربع ساعه، فبتوصل له رساله ان ماما ممكن ترجع في كلامها. مش قصدي ان احنا نصمم، لكن بقوله حبيبي احنا عملنا اتفاق وعملنا ديل، والديل ده لابد انه يحترم. ده على فكره دي مش مثاليه، بس الامر محتاج مننا وسع. 5 سنين وهعمل معاه ديل واتفاقات. اعمل معاه ديل طبعا عارفه ليه؟ وهيفهم انه هيفهم. لا مش انت لسه بتقولي ان الولاد اكثر ذكاء مننا؟ بس خلاص قلت أنا يعني في سن اكبر شويه. لا انا اشتغل بقى على حته الذكاء دي، وان هو يلقط الرساله اللي انا عايزه اوصلها له ايه، انه تعاملاتنا مش اوامر، تعاملاتنا باتفاقات. قوم هو يرتاح ولما يكبر على حتة الاتفاقات دي. مثلا يجي مثلا ماما انا عايز اخرج مع اصحابي، احنا متفقين هتخرج مع اصحابك هترجع الساعة كام؟ الساعة 11. فهو سرح ورجع الساعة 11 ونص او 12. حبيبي مش احنا، ما انا ممكن بقى اعمل حاجة من اتنين، ازعق واخد قرارات وانا متعصبة، وطبعا هو هيوصل له. هو طبعا سوري يعني هقولك بلغة الشباب، هو نزل ماما من على ودانه او يعني سد ودانه خلاص نزلها. من الكلام اللي هي هتقوله ماما هتزعلها. بصي ماما بتزعلها زهقتين ثلاثة بقى خلاص وهتهدى، وماما بتحبني وبكرة ان شاء الله مخرج مع اصحابي هتعمل كذا كذا كذا. لا لا، انا بقى هقف ضد التوقعات دي، مش عشان اوريله يعني ماما دي، لا
عشان اقول له حبيبي احنا كنا عاملين ديل مع بعض وانت ما التزمتش بالديل ده، فانا كمان مش هلتزم بالديل ده معك. انتهينا. هنعمل ايه المره الجايه؟ هنعمل ايه بكره؟ مفيش خروج خلاص، مفيش خروج، او بقيه الاسبوع مفيش خروج، او مثلا انا اديتك مصروف اتفقنا ان المصروف ده هيكفيك لاخر الشهر. في اي اعتراض حبيبي؟ لا يا ماما. موافق يا ابني؟ موافق يا ماما. تمام التمام؟ تمام. جه على نص الشهر قال يا ماما معلش اصل المصروف خلص. ليه يا حبيبي؟ بلاش بقى اقول له اصل انت مستهتر، اصل انت ايدك مخرومه، اصل انت ما بتقدرش قيمه الفلوس اللي بتاخدها، انت ما تعرفش الفلوس، وافضل ازل فيه وهد فيه. طب ما انا في الاخر ما تزعليش مني يعني، اول بقى ما انا ههدى ويصعب عليا ونازل بكره مع اصحاب ماما يرضيكي انزل بكره مع اصحابي وهم يطلبوا اكل وانا ما اطلبش بقى والحنيه تشتغل، ولا ايه رايك؟ اكيد هديله فلوس. بس يبقى انا كده لا سلطه ولا سلطان ولا اي حاجه. لا يعني انا مش قادره افرق برضو ايه موضوع السلطه والسلطان. حاضر نتكلم بقى يعني السلطه آه. زي ما قلت يعني انا بستغل وضعي كاب او كام انه افرض على ابني انه يتصرف اقعد ذاكر، انت لازم تذاكر 4 ساعات، انت لازم تجيب في الاعداديه المجموع ده عشان تخش ثانوي، ولما نيجي نخش ثانوي لازم تجيب مجموع كبير عشان نخش مثلا الكليه الفلانيه. مره ام بتحكي بتقول كل ما تقول لبنتها على موضوع المذاكره وكده ففضلت البنت ايه يعني بتحاول تحترم يعني ايه بتلم الدنيا ماما وما يصحش وبتاع، بس بتقول مع استمرار الشد عليها. وساعات احنا بيتهيأ لنا نقطه مهمه انه لو الولد او البنت ساكت مش شرط يبقى ساكت عن اقتناع، ممكن يكون ساكت عن قهر، ممكن يكون ساكت عن انه مش عارف يتصرف، طب انا هروح فين؟ فالام دي بتقول مره مع شده كده مع البنت راحت قالت لها جمله، قالت لها بقول لك ايه انا مش هبقى زيك. بمعنى يعني مثلا ماما شاطره فانا عايزه بنتي تبقى شاطره زي ماما، ناجحه في حاجه معينه فانا عايزه بنتي تبقى ناجحه، عارفه زي مثلا ما يكون اب ودكتور وعنده عياده وعايز يطلع ابنه غصب عنه مع ان الولد ممكن يكون ميوله رياضيه او ميوله مثلا فنيه او حاجه زي كده، لا انت تطلع دكتور عشان تمسك العياده مكان بابا، انت تطلع مهندس عشان تمسك المكتب بتاع بابا وهكذا يعني. فالام بتقول انا لما البنت قالت الجمله دي يعني معنى كده ايه؟ هي ما خدتش بقى الامر بسلاسه يعني او ايه باستخفاف يعني، لما البنت تقول لامها انا مش هبقى زيك يعني معنى كده ان انا مش القدوه ليها، انا مش المثل الاعلى بتاعها، او هي مش شايفاني بالصوره اللي المفروض تشوفني بيها، او مثلا يبقى هتسمع كلامي ازاي. فالام بتقول هي كانت يعني بنت ربنا وكده، فبتقول انا اتصدمت الصراحه في الامر ده وقعدت تتكلم مع ربنا وفتحت الامر مع المرشد الروحي بتاعها، فقال لها قال لها ايه يعني احنا ساعات من غير ما بناخد بالنا بنتمنى احلى حاجه لاولادنا ودي حاجه كويسه تمام، وبنتمنى ان هم يبقوا ناجحين واحسن مننا اكيد، بس الخطوره انه الاسلوب اللي انا بتبعه مع بنتي او ابني اسلوب السلطه، اسلوب استغلال الوضع اللي انا فيه، اسلوب ما فيش فيه قناعة، ما فيش فيه هات وخد، ما فيش فيه اتفاقات يعني. فبتقول أنا ابتديت أنتبه للأمر ده وفتحت معاها الموضوع بعد كده لما أنا هديت وقلت لها أنا يعني حتى لو كان وصلت لك الرسالة دي إن أنا عايزاكي تبقي شبهي، أنا يعني أسفة طبعا، أنا عايزاكي ناجحة وعايزاكي تبقي نفسك وعايزاكي تبقي يعني أي حاجة تعمليها يعني ده يعني يبسطك او يفرحك. فبتقولي ابتدت تبقى طبعا مش ما رجعتش العلاقه زي قبل كده يعني، لكن ابتدى يبقى فيه زي ليونة. ايه همزه وصل او بدايه تواصل لما البنت ابتدت تشعر انه الحته اللي كانت واصله لها انه ماما عايزاني صوره منها او نسخه منها، لا الحته دي اتكسرت، فلا انا ما عنديش مانع اني اكون بكمل، ما عنديش مانع اني اتواصل مع ماما او اتكلم معاها او كده يعني. امال ايه بقى السلطان ده؟ السلطان اسلوب بتبعه بيبقى كل اللي وراه مصلحه الاخر. طيب احنا نعرف منين الكلام ده؟ ما انا مصلحته عشان يذاكر. طيب حاضر، يعني دايما مرجعيتنا ربنا. طيب هل ربنا وهو بيربينا بيستغل سلطته؟
يعني كان الكتاب قال ان الله يريد ان الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. هل ربنا علشان ينفذ ارادته دي بيقتحم حياتي ويقتحم ارادتي علشان اعيش معاه ولا بيعمل معايا ايه؟ لا طبعا يعني الله مدينا الحريه، بس مش بس بيدي الحريه، بيتبع معايا اسلوب الترغيب مش الترهيب. يعني ايه؟ يعني بص يا حبيبي، انت لو عشت معايا هيبقى ليك كذا وكذا وكذا وكذا. لما قال تعالوا الي جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم، فانا ربنا بيقول لي تعالي، مش تعالي عشان انا اتسلط عليك، مش تعالي عشان انا ربنا، لا تعالي لمصلحتك، تعالي لخيرك، انا هريحك، انا هشيل عنك الاتعاب، انا هتشارك معاكي في الاحمال بتاعتك. مش بس كده، في ايه جميله كمان في انجيل يوحنا بتقول انه لا ادعوكم عبيد بل احباء. في الاصل اللغه احباء يعني اصدقاء او فريندز. فتخيلي انت ربنا بيعمل معايا فريند ريكويست. ربنا ملك الملوك ورب الارباب اللي ليه كل السلطات، يعني ما ينفعش بقى حد يعني زي ما بيقول يعني يراجعوا او يناقشوا او كده، يقف يقول كده ادعوكم احباء، صاحبتي وصاحبي وصديقي وصديقتي. يا ربي لما انت الكبير بتعمل كده معايا واتنزلت. كمان في نقطه مهمه احنا محتاجين هنتعلمها بعد كده مع اولادنا، بس انا يوم ما اشوف ربنا عمل كده معايا اتنازل عشان يبقى قريب مني، واتنازل عشان يحس بيا. والكتاب بيقول كده اذ قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. هل انا النهارده اقدر اعمل كده مع ابني او بنتي، اتنزل عن مستوى السلطه بتاعت بابا وماما واشوف ابني اللي في ابتدائي ولا اعدادي وهو في المذاكرة، هل وأنا كنت بذاكر كنت بحب المذاكرة قوي؟ ما تزعليش، ما كناش كان بحب المذاكرة، بس طيب. الفكرة إنه الواحد بيبقى حاسس إنه الكلام ده بيجي نتيجة الخوف عليهم. يعني مش أنا عايزة يبقى ليا سلطة عليهم أو أنا عايز أتحكم فيهم وخلاص، لكن بتبقى نتيجة الخوف. أنا معاكي، أنا معاكي جدا، بس ده اللي في فكرنا. لكن هل ده اللي بيوصل لهم؟ ما احنا لازم برضو نفكر في الحتة دي. يعني انا عشان كده هو ده الفرق بقى بين السلطة والسلطة. الولد بيوصل له او البنت بيوصل لها ان ماما يعني يعني ايه رأيها هو اللي هيمشي. وحتى لو هناخد ماما، يعني العيال لما بتكبر شوية بنلاحظ حتى الموضوع ده، ماما خلاص انت عايزة ايه كذا خلاص. لكن انت طبعا احنا ساعات بنفرح بانه الولد سمع الكلام، لا هو بس ايه عايز يشتري دماغه يعني عارفه ويريح نفسه من المناقشه، لكن هو اساسا ما اقتنعش باللي انت. ولما بيكبر شويه بيقف قصادنا، وبنشوف شباب بيعمل كده، بيقف ند بالند قصاد ابوه وامه. وللاسف مش بس كده، ده كمان ساعات بيبص لابوه وامه ان هم اقل منه، زي ما حضرتك قلتي في الاول ان هم عشان نسبه ذكائهم عاليه وبيلقطوا بسرعه وكده، فساعات بيبص للاب والام كمان انه لا ده انت يعني انت مش في الدنيا بتاعتي خالص. طب انا عايزه مثل بس يوضح عشان انا برضو لسه مش واصل لي انه ازاي استخدم السلطان ده. السلطان طيب ممكن برضو نرجع يعني لو ناخد الاول مرجعيتنا الكتاب المقدس ربنا، وبعد ماشي. كده نشوف احنا هنعمل ايه. لو خدنا مثل الابن الشاطر ده، ما الكنيسه بتسمي مثل صعب ده، تخيلي بقى حضرتك حطي نفسك مكان الاب، صعب، وابنك جاي يقول لك وانت عندك مثلا حساب في البنك، ماما ممكن تديني نصيبي في البنك؟ هتعمل ايه؟ لو انا مش عارفه المثل مش هديهوله طبعا. مش بس ايوه يعني هبقى ده انت ما تمرتش فيك، ده انت جحود، ده انت كذا، هو انا يا ابني الفلوس دي بتاعتي، ما انا هديها لك، ما تصبر شويه اهو، لما ربنا ياخدني يا اخي باخد اللي انت عايزه. وودي له موشح بقى ايه درس في الاخلاق. ما هنا اكيد الفلوس الكتير طلب صعب برضه يعني. طيب ايوه صعب. وبعدين انا بس الاب ده عنده نظره مستقبليه. ما انا النظره المستقبليه بتاعتي هقولها لك انه لو خد الفلوس هيبوظ. ما هو باظ. طيب الولد خد الفلوس وراح ايه عمل ايه؟ يقول لك بزرها مع اصدقاء السوق خلاص، وجاع وعش يشتهي اكل الخنازير. لكن الكتاب بيقول ايه؟ بيقول كده رجع الى نفسه وقال جمله مهمه جدا، كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. يعني إيه؟ يعني أبويا ده خير جدا، وأبويا ده إن كان حنين كده مع الأجراء مش هيبقى حنين معايا أنا؟
لما رجع لابوه الاب كسبه صح، والفلوس راحت، بس الفلوس تتعوض لكن الولاد ما تتعوضش. ايوه بس انا يعني هكون امينه واقول اني حتى لو ما كان الاب ده مش هقدر اصبر لغايه لما اشوف ابني وهو بيضيع وهو بيعك لاني مش عارفه انه هيجي وقت وممكن يرجع ولا مش هيرجع. ليه احنا مش واخدين وعود من ربنا من ايام المعموديه ومسحه الميرون ان احنا لينا سلطان روحي على اولادنا وصلواتنا امام الله من اجلهم وبناخد وعود ليهم، ولا احنا بنربي ازاي؟ احنا بنربي ازاي يعني حسب بنربي بس نوكل ونشرب ونودي مدارس وينجحوا ونجوزهم وتطلع جوازات فاشله زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ونسبه الطلاق بتزيد، والنظره السطحيه للشريك الاخر والانانيه اللي موجوده عندهم. انا مش عايزه اسود الدنيا قصادنا كاباء وامهات، بس احنا محتاجين ننتبه لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا عايزه اربي عيالي اتنازل عن السلطه، ما فيش فيها نقاش، استلم السلطان اللي ربنا ادهوني. ومش بس كده، انا راجع نفسي، انت يا رب بتعاملني ازاي في تربيتك ليا؟ هل بتجبرني على حاجه؟ هو مش بيجبرني، بس انا حاسه ان انا كبرت فممكن افكر شويه، العيال دي صغيره مش لسه بنقول عندهم ذكاء ولا عندهم ايه؟ عندهم ذكاء بس مفيش خبره وبيفكروا. ما عندهمش خبره بس بيفكروا. طيب صدقيني لو وصلت ليهم رساله ان الاب او الام بيحبهم وبيقدرهم، مش هقول لك يعني يسمعوا الكلام، مش هتبقى النظره يعني مش هتبقى الاحوال ورديه قوي، بس على الاقل الولاد هياخدوا خطوه ناحيتنا زي ما احنا واخدين خطوه ناحيتهم. اقول لك على حاجه، ابني رجع من المدرسه تمام، عنده مشكله في المدرسه، ده ساعات قبل ما يقول المشكله ماما معلش يا ماما اصل حصلت مشكله النهارده، يعني مش بستنى اسمع المشكله، واخده بالك؟ ما انا عارفاك انت دايما بتاع مشاكل، فاكر لما عملت مع ابن عمتك، فاكر لما طلعنا وسافرنا مع اختي وعملت ايه مع اولاد خالتك وكنت انت سبب المشاكل وما عرفناش نتبسط و الى اخره. طبعا الولد تك تك تخ تخ، انت متخيله بعد كده هيقولك على المشكله؟ مش هيقولك على المشكله اكيد، مش هيحكي. طيب عايز اعرف ازاي استلم السلطان. تمام، مش هعرف استلم السلطان من غير ما يكون لي علاقة حقيقية مع ربنا أشوف فيها سلطان الله معايا اللي الخيري والمصلحتي فقط. لما الكتاب يقول أنا مش هدعوك النهاردة عبيد، أنا هدعوك النهاردة أبناء أو أحباء يعني أصدقاء. الولاد بيوصل لهم هو إحنا عبيد عندكم؟ هو أنتوا الكلام اللي بتقولوه لازم يعني نقول أمين عليه؟ ده كلام بيطلعوه كده يا دكتورة، لكن مش هادي الحقيقة يعني، مش هادي الحقيقة، بس ساعات احنا بقى يعني بنصدق الكلام اللي بيتقال. معقولة انا اعمل بيوجع او بيوجع؟ طبعا، لان مش زي ما حضرتك بتقول يعني انا مثلا عمري كله ليهم ودنيتي والواحد يعني بيأقلم نفسه عليهم، وبعد كده في الاخر يقولك انت بتعمل ايه عشاننا او انت بتعمل ايه عشاننا، فبتبقى طبعا يعني مؤلمة طبعا جدا يعني، وجرح جامد لينا. فعشان كده احنا عايزين بقى ايه نركز انه بلاش نقول دلوقتي يعني احنا زي وصلنا للحتة دي، خليني نتكلم في حاجة ايجابية، انه نمرة واحد ان اشوف ربنا بيتعامل معايا ازاي، ومن الرؤية دي انا اتعامل مع ولادي. ربنا ما استغلش سلطته علشان يخليني اعيش معاه، انا كمان مش هستغل سلطتي اني اتعامل مع اولادي. بس ايه ده اولادي هيروحوا؟ لا. البابا شنو ده قال جمله جميله قوي، بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ جو الصداقه بين الاباء والابناء لا يمنع احترام الابناء لهما. ثقه ليه؟ في ثقه بحكمتهم ومحبتهم وحسن ارشادهم. فانا ساعات انا بخاف ان الزمام يفلت مني، لحسن ازاي ابقى صديق ابني او بنتي؟ ما هو بقى بكره بقى يناديني باسمي وما يسمعش كلامي. ده بالعكس، ده بالعكس، ده انا لما بستخدم السلطه وبنزع منه حريه الراي وحريه انه يعني انه في اتفاق بيني وبينك، وانه احنا المناقشه بتاعتنا فيها هات وخد، ومش شرط مين فينا يطلع الغلطان، المهم ان احنا في الاخر نوصل لحل والاتفاق، وممكن نوصل راي ثالث
لا رأي ولا رأيك يمشي، لكن في رأي ثالث موجود. الأمور دي ممكن تكون صعبة لكن مش مستحيلة. طب إيه اللي يخليها يعني أقدر أعملها؟ محبتي لأولادي، وإنه أشوفهم، أشوف ابني وبنتي بيكبروا بنفسية قوية، ويعني أفرح قوي إن ابني أو بنتي دكتور أو دكتورة وهو مش عارف مثلا يتعامل مع الناس بره، قدام المشاكل عصبي وغضوب، ولما يجي يتجوز يبقى يعني مش قادر يقف قصاد المشاكل اللي بتقابله مثلا. التصرفات الغلط اللي بيعملها ديت اللي هي مضايقاني دي هتخليه بقى نفسيته تبقى كويسه؟ لا، انا ما كلامي مش معناه انه هل ربنا لما بيشوفني بعمل غلط بيقف ساكت، ولا بيجي يوضح ان الغلط اللي انت بتعمله ده فيه خطوره بس عليك يا حبيبي. زي ما قلنا يعني في رساله بتوصل ان انا عايزاك تبقى صح او عايزاك تبقى كويس، مش عشانك، عشان ما يقولوش اهو دي اخرتها ولاد فلان الفلاني طالعين فاشلين، ابن فلان الفلانيه ما بيسمحش الكلام، ازاي انا ابقى خادمه في الكنيسه وولادي بالمنظر ده، ازاي انا ابقى خادم في الكنيسه وابني بالطريقه دي. فبتوصل له رساله ان انا مش مهم عندك، انت المهم عندك. ولو ولد جريء هيقول لي الجمله دي، انت مش انا مش مهم انت اهم حاجه عندك. اقول بقى جمله بتبقى صعبه ساعات بيقولوها لنا، ترضي غرورك او غرورك او تفتخر بيا قصاد الناس. طب هو عيب يا ابني انا بقى اخد ودي معاه؟ هو عيب يا ابني ان انا افتخر بيك؟ لا مش عيب، بس الطريقه اللي انت بتتبعها، طريقه الزعيق وطريقه الاوامر وطريقه الحرمان وطريقه التهديد، طب هل ربنا بيعمل معايا كده ولا ربنا بيرغبني؟ طيب انا عايزه مثل عملي، انا ابني دلوقتي مش عاوز يذاكر، تمام، هعمل ايه؟ تمام، ازاي بقى هنحط اولا يعني لازم افهمه ان المذاكره هي الطريق او هي السبيل في 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 وقتنا لانك تبقى ناجح وتخش الكليه. ما هو ما ينفعش حد ما يجيبش مجموعه في ثانويه عامه ما يخشش كليه. طب يعني هي الكليه هتفيدني؟ الكليه مش هتفيدك قوي كحاجة نفسية، لكن في الوضع اللي احنا فيه انا ما يهمنيش الوضع. لا، احنا يهمنا الوضع حبيب، احنا عايشين في وسط مجتمع. اشمعنا بيهمك ان الايفون بتاعي عايز اغيره؟ اشمعنا بيهمك انك تلبس براندات؟ اشمعنا بيهمك تخرج مع اصحابك وتقعد في الحاجة في المكان الفلاني ومش بيهمك موضوع المذاكرة؟ موضوع المذاكرة غلس وصعب وانا ببذل فيه مجهود، ولا صعب ولا حاجة، ما فيش حاجة. الصعوبة انا اللي بجيب الصعوبة لنفسي. انت بتروح مثلا لو يعني زي دلوقتي مثلا بياخدوا دروس ولا ايه المانع ان انت اول ما ترجع تذاكر الحاجة؟ لا ببقى زهقان، ما فيش مشكلة، اخرج مع اصحابك ساعة بس بعد السنة مثلا من 6 ل 8، من 8 ل 9 اخرج، من 9 تكون في البيت عشان تذاكر. يا دكتوره احنا دلوقتي حتى مش بنقدر ان احنا نتكلم معاه، ما بيدوناش فرصه. تحاولي تقعدي تتكلمي معاه، تقولي له حاجه، تتفهمي معاه. اصحابك كده، ما استعداد اصحابي كده يعني معاي خالص. انا معاك، بس احنا زي ما بقول محتاجين طولة بال وصلاه بقى. يعني انا كمان عندي بقى ايه، يعني زي ما بيقولوا عندي مصدر خفي الولد ما يعرفوش ولا البنت، بس انا وربنا اللي عارفين. انا بلجأ لربنا، انا بروح لربنا، لا رب انا مش عارفه، انا يعني نفسي اتصرف معاهم زي ما انت بتتصرف معايا، بس الولاد يعني مثلا واخدين فكره وحشه عني، فاديني يا رب طولة بال واديني اساليب علشان اغير طريقتي دي. احكي لك اختبار حد حكايه يعني من الامهات. بتقول هي كانت دايما اسلوبها مع ابنها التأنيب، ودايما لما يحكي لها على حاجه تسيب الكوي. يعني مثلا جايب 18 من 20، حلو 18 من 20، طب درجتين دول راحوا فين؟ طبعا يا ماما انا جايب 18 دي حاجه كويس، طب هو في حد جايب اكتر منك؟ فمره في مره ابتدى الولد يقطع خالص بقى معاها، مفيش كلام ومبقاش يهمه بقى لا تأنيب ولا بتاع. فالام ابتدت تاخد بالها، فابتدت تصلي واتكلمت مع المرشد بتاعها، فقال لها احنا زي ما ربنا بنعيش معاه وبيشجعنا على تنفيذ الوصيه بالترغيب، انت كمان شجعي ابنك بالترغيب. ترغيب؟ طب ازاي يا ربي؟ يعني قولي له القاب بدل
انت مفيش فايده فيك، انت لعبي على طول. شوف حتى المدرس، حتى المدرسين بيقولوا كده، انت بتاع مشاكل. لا، ممكن اقول له تعرف ذكائك ده يا سلام لو تستغله في المذاكره هتبقى استاذ، يا سلام نلعب مع بعض انا وانت وخليه يغلبني. اقول له شوف انت غلبتني، انت اشطر مني، انت يعني برضو مطلوب شيء من زي ما بقول لحضرتك بنتنازل. ما هو ده بقى ايه؟ التنازل العملي عن السلطه واكتساب السلطان اللي ربنا اداهوني من ايام المعموديه. انا مش هفرط فيه، هقول يا رب ابني ده انا وانت هنحارب من اجله، انا وانت انا اتغير عشانه. احنا كده عايزين نذاكر، ما احنا عايزين نذاكر بس يعني الافكار دي ما بتجيش في دماغ الواحد، لا تيجي بقى خلاص. ايوه، ما انا بقول عايزين كده نذاكر، تيجي بقى ليه؟ بس انا مش قادر افهم برضو يعني ايه ابقى ليا سلطان عليه. انا فهمت موضوع السلطه او التسلط، يعني السلطه انه دايما دوافع خارجه من عندي. سلطان عليه يعني ايه؟ سلطان يعني ان انا اقدر بالنعمه اللي ربنا بيدهاني ابقى ذو تاثير عليه، بس التاثير ده مش التاثير ده ما يرجعليش، لكن التاثير ده يرجع ليه هو. انا عايزاك شاطر ليك، مش مهم. بص يا ابني انا بكره ده مش بتاعي، بكره ده بتاعك. لما تبقى ناجح الناس هتقول عليك انت ناجح. قصدك احمله المسؤوليه، جزء من المسؤوليه، وكمان اشاركه حتى في طريقه في تفكيري. يعني مثلا لما اتكلمنا على موضوع المذاكره، يعني انت همك امور كتير تبقى واخد برستيج فيها، صح؟ طب ليه مش عايز تبقى تعمل برستيج في المذاكره؟ يعني ده وده؟ يعني انت ساعات تيجي تبقى زعلان تقول يا ماما انا عايز اغير التليفون بتاعي احسن ده قدم قوي. تمام، ليه؟ عايز تبقى ابديت في حاجه. طب ليه مش عايز تبقى ابديت كمان في المذاكره؟ يا ماما المذاكره دي خانقه. هناخد وندي مع بعض، هنشجع، إيه هقعد معاك. مش ضروري طبعا، ممكن جدا يوصل مثلا في مراحل انا مش هقدر اساعده في المذاكره، لكن اقدر اقعد معاه، نقدر مثلا نسمع موسيقى سوا، تعالوا نخرج نتمشى. يعني انا اعمل زي اشوف حتى اصحابه بيعملوا ايه، او الاصحاب دول ايه اللي خلوه يعني خلاه يتشد ليهم، وما فيش مانع اتعلم، ما فيش مانع. يعني بنوصل لسن قد كده اقول يا رب انا مستعده اتعلم، مستعده اتواضع. طب انا عايزه من حضرتك حاجتين. لو احنا لسه اولادنا صغيرين نعمل ايه بقى عشان السلطان ده، ولو احنا اولادنا كبروا وخلصنا هنعمل ايه؟ بس اصعب ان لو ولادنا كبروا، صح؟ اهم حاجه محتاجين طولت بال في الاثنين. ليه بقى؟ لان انت بتغيري في علاقات باظت وخربت. ايوه، فعلشان اصلح العلاقات دي الامر محتاج مني طولت بال ومحتاج مني تطوير. انا ما كملتكيش الاختبار بتاع الام، فبتقول ايه بقى الولد مثلا كان يرجع ايه اخبارك، ايه اخبارك يا برنس، عامل ايه، ايه اخبارك الله. يا اسد، انت اسد. انا عارف طبعا احنا يعني يمكن تسمعي الكلام ده تقولي ايه يعني، لا بس الالقاب دي اثرت كتير في الولد. بدل ما انا كنت بقول له انت مفيش فايده فيك، انت كل الناس بتقول علي، بركز على السالب، لا ابتديت اركز على الايجابي. لما يجي يحكي لي مشكله مثلا، الام بتقول يعني بعد ما يحكي لي المشكله، طب انت ايه رايك، طب انت ايه تعليقك، طب انت يعني بدل ما انا بروح نطه بالتقرير الابوي والام انت عملت كذا يبقى انت اكيد انت اللي غلطان بتاع، طب انت ايه رايك، مش عارف يا ماما يعني حاسس برضو ان انا في حته كده انا برضو اتعصبت شويه اتنرفزت، طب انت ايه رايك، هل النرفزه يعني اديك شايف انا لما كنت بتنرفز عليك كنت بتعمل معايا ايه، كنت بتعني وتديني الوش الخشن، ايه رايك؟ يعني العند والغضب ده والعصبيه دي وطلت والحس العالي ما بيجيبش نتيجه، ولا انت ايه رايك؟ يعني وانا بتكلم مع ابني اديله مساحه انه يبدي رايه، ادي واحد، ومفيش مانع اقتنع برايه، ادي اتنين، ومفيش مانع اني اتنازل عن الراي بتاعي واقول له انت صح، انت مظبوط، انا معاك. بس ده لو انا اولادي كبروا ومش متعودين على كده، لما اجي اعمل اللي حضرتك بتقولي هيقولوا ماما فيها حاجه مش طبيعيه. مش بصي بقى، خلينا ايه، بصي زي ما هم استحملونا بتعليقاتنا السلبيه وكلامنا المش حلو عليهم وارائنا اللي دايما يعني كانت بتهز ثقتهم في نفسهم وانه ما فيش وراها تقدير ولا تشجيع، خليني استحمل تعليق منهم مش هيجرى حاجه، الدنيا مش هتتهد يعني.
يعني محتاجين يعني زي ما إلهنا اتواضع ونزل من السماء علشان يكون قريب من كل واحد فينا ويحس بنفس الإحساس بتاعي والمشاعر بتاعتي وقت ما أنا ضعيف، وقت ما أنا بعمل خطية، وقت ما أنا مش قادرة أوريله وشي، وأنا مثلا مش كسر وصيته. أنا كمان حب التواضع كده، أقول له رب اديني اديني اتضاعك. حد من الآباء قال جملة جميلة قوي، قال أنت عايز تربي ابنك اتنازل عن السلطة، عايز تربي ابنك اتنازل عن السلطة. أنا كمان في صلاتي بقول يا رب ساعدني، ربي معايا ابني، أنا رب مش عارفة. واللي بيتكل على الله زي ما الكتاب بيقول إنه يعني لا يخيب، لا يخيب. فأنا يعني معاكي طبعا في إنه أول نقطة إني أنتبه أنا بتصرف مع أولادي لما أتكلم لما كبروا، إن هل الهم، هل كل المشكلة، هل اللي في دماغي إن أنا أنافس كلامي، ولا اللي في دماغي النظرة المستقبلية بقى أنا عايز ابني يبقى راجل ناجح، عايز بنتي تبقى زوجة صالحة. وما فرحش بقى في الآخر ابني بيسمع الكلام. طب سمع الكلام إزاي؟ محتمال يكون خايف. فدي نقطة مهمة. تاني نقطة إنه يكون في حوار. يعني الكتاب لما بيتكلم عن داود وسليمان، إيه اللي خلى سليمان عنده الحكمة؟ صح طلب الحكمة من ربنا وادها له، بس سليمان من الشخصيات اللي في الكتاب المقدس نقدر نقول عليها كانت سوية نفسيا. بيقولك إيه؟ فإني كنت ابنا لأبي غضا يعني تغير ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا. شوفي الكلام راجع دايما المصلحة على مين، الخير على مين. فأنا لازم بقى أركز وأنا بتعامل مع ابني أو بنتي، لا عارفة أجاهد أني أوصل له الرسالة دي، أنا بعمل لخيرك، أنا بعمل لمصلحتك. هو لو وصلت له الرسالة دي ولو على مواقف أو فترات أبقى أنا نجحت نجاح باهر. بس هو عنده في عامل تاني مش واخدين بالنا منه، صحابه. صحابه صح، بيسمع لهم أكتر تمام، وبيقتنع بيهم أكتر مني. فبتبقى الحرب مش متكافئة، يعني مهما تكلمت ومهما قلت كلمتين بس من صاحبه يروحوا لفين دماغه مرة لا تاني. احنا محتاجين بقى انه بلاش نقول لولادنا صفات سيئة على صحابه حتى هما كده. طب يعني نسيبهم كده، ما احنا لما جربنا وقلنا كلام وحش على صحابه، اصحابك دول فشل، اصحابك دول طول النهار في الشوارع، اصحابك دول مش شاطرين في المذاكرة، اصحابك دول هيودوك في 60 داهية، اصحابك. طبعا السن بتاع ولادنا عنده شخصيته، يعني هيعند. طب انا كسبت ايه؟ يبقى لازم في طريقه تانية. هو اصحاب خلاص، بس حبيبي دايما تبص على إيه العلاقه دي وصلتك لفين. الكتاب بيقول كده، المسير الحكماء يصير حكيم. بس ترمي الجمله وتسيبيه، بس انت عندك مخدع او الاب عنده مخدع بيصلي ويسجد امام الله ويتمسك بوعود ربنا. ابني ده مثلا ربنا هيبعت يقول مثلا ابن لذلك لا نفشل، انا مش هفشل يا رب مع ابني. يعني انا دلوقتي لو ابني طلب ان هو يخرج مع اصحابه واصر وانا شايفه ان اصحابه دول مش كويسين، اوافق ان هو يخرج وانا ادخل اصلي، وده هيبقى في حمايه لابني؟ مش طبعا، انا ما بقولش ده من اول مره، يعني خلال الامور الاختبارات العمليه ده ما بيحصلش في يوم وليله. لكن زي ما علم النفس بيقول انه العلاقه اللي بيننا وبين اولادنا، التواصل ده عشان انا يحصل محتاج طول نفس ومحتاج وقت. لا انا بتكلم انه ما يعني ده يحمي ابني من اثار الافكار، من اثار التصرفات، من انه يتنقل. انا بأبدي رايي، اصل ساعات احنا كمان بنبدي راينا بس بشكل ما انتش نازل. طب ده راجل يعني ده مثلا في سنه ولا في جامعه. طب زمان وهو صغير هروح شداه من ايده مدخله الاوضه وقفل عليه. طب لما يكبر كده ويبقى اطول مني ينفع برضو اشده؟ لكن طبعاً. انا بقول الراي، بقول له بص حبيبي انت ابني وانا خايف عليك. والهدوء ده مهم قوي. انا ما بقولش برضو الهدوء ده من اول مره، بس الواحد لما بيراجع تصرفاته السابقه مع اولاده بيلاقي ان العصبيه والغضب والتوتر والاوامر ما جابتش نتيجه. طب ليه ما جربش يا جماعه طريقه تانية؟ ليه لا؟ يعني خليني انا كمان قابل. يعني انا بطلب من ابني يتغير وانا ما اتغيرش. يعني انا هو من 10 سنين من ساعه ما اتجوزت انا هو هو، او مثلا الزوج هو هو. لا،
فلازم الولاد كمان يلاحظوا ان الاب والام لا دي ماما بتتغير. يعني زي ما حضرتك بتقولي مثلا ايه ده ماما فيها حاجه مش طبيعيه، بس الحاجه اللي مش طبيعيه دي هتكمل، مش مثلا موقف معلش يا جماعه اصل ماما النهارده غزاله كانت رايقه خالها الطيب موجود، عارفه بقى ساعات بنسمع كده حاجات جميله من الولاد يعني. لكن لما الولد او البنت يلاحظ بقى ان ماما لا ده النهارده والاسبوع الجاي والاسبوع اللي وراه ماما ابتدت تبقى اهدى معايا، ابتدى مثلا بابا يبقى موضوعي، ابتدينا نتناقش، فانا هقول له حبيبي انا نازل يا ماما مع اصحابي. طب بص حبيبي يعني انا شايفه ده رايي، ده رايي وانت حر انه يعني الاصحاب دول يعني بس براحتك انت براحتك. فطبعا انت عملتي ايه؟ رميتي الكره في ملعبه فخليتيه وهو نازل متأنب شويه، انت ما انبتهوش بس ايه يعني انت حر وبراحتك وخد رايك، بس انت اديتي له مساحه. احنا اولادنا محتاجين مساحه، اصحابهم بيدوهم المساحه دي، احنا أيوة. في البيت مش بنديهم المساحه دي. فندي مساحه لاولادنا علشان هم برضو بني ادمين، يعني مش مجرد يعني ايه حاجه ربنا ادهالنا امانه في ايدينا نشكلها زي ما احنا عايزين. لا انا عايز حتى في صلاتنا بقول يا رب انا عايز ابني زي ما هو، يعني زي ما يعني مثلا طالع بشخصيه معينه، طالع باتجاه معين، طالع بهدف معين، طالع بطريقه تفكير معينه، يبقى ما يبقاش نسخه مني، ما يبقاش نسخه من ابوه. يعني احنا بالعكس انا عايزه يا رب يبقى نسخة. عايزين نهد الوراثه اللي بيننا وبين ولادنا ونبني وراثه بين ربنا وبين ولادنا. طيب يعني دلوقتي لو الـ انا ما عرفتش اظبط الدنيا في الاول وهو صغير وخلاص بقى الولد كبر والمشكله حصلت، تمام هعمل ايه؟ ما احنا قلنا واحد انا بنتبه ان في فرق بين السلطه والسلطان، ماشي. اتنين بفتح حوار بيني وبين ابني، وان ما كانش الامر ده هيحتاج مني مجهود، تمام. واحنا متفقين عشان ما جيش مثلا حد مثلا اخواتنا المشاهدين يقولوا ايه احنا جربنا مره وما فيش فايده، لا ده احنا مره ومرتين وثلاثه، بس المرات دي انا يعني بجيب الوسع ده منين؟ ربنا نمره واحد، غلاوتهم عندي نمره اتنين، نظرتي المستقبليه ليهم انا يعني انا هديت فيهم كتير، فمش عايز بقى اكمل بقى بقيه العمر هد، عايز ابني. ادي في كمان نقطه ساعات بيوصل للولاد ان هم هم علينا، هم ومسؤوليه ويعني احنا بقى بنحارب عشانكو وبنجاهد عشانكو. الكتاب بيقول ايه جميله قوي، بيقول ايه البنون ميراث من الرب، وفي آية تانية بتقول إنه ده نسل قد باركه الرب. لما أنا أفضل أردد الجملة دي قصاد ولادي أنا بوصل لهم رسالة إيجابية، أنتوا حلوين، أنتوا غاليين، أنتوا قيمتكوا غالية، مش أنا بشتغل عشانكوا وأنا بيطلع عيني في البيت عشانكوا وأنتوا مش حاسين بحاجة والأب والأم دول معمولين مداس للعيال. طب ما هو الكلام ده هيجي في الآخر الآية يقولك إيه؟ انتوا يعني هتذلونا؟ ما طبعا بنسمع كلام انتوا ما الاباء والامهات كل اب وكل ام بيعمل كده. معلش ده اللي انا حاسه فعلا. ده اللي انا حاسه فعلا يعني ده كلام طلع صح يعني. احنا كلامنا النهارده احنا مش بنوجه الكلام لاولادنا، احنا كلامنا النهارده بنوجهه لينا كاباء وامهات، والولاد دول غاليين علينا ونعمه من ايد ربنا. يعني حضرتك لما تشوف انا بشوف عندنا في المستشفى يعني مثلا لما تبقى في حد ما عندوش ولاد او مثلا يعني بيعمل مجهود علشان مثلا ربنا يرزقه بطفل، يعني نعمه. طب انا عندي النعمه دي ويمكن يعني مثلا بتصرفات او بطريقه تفكير او حاجه اخسر النعمه دي، طب ليه؟ لا انا ارجع لربنا اقول يا رب غير نظرتي، زي ما انت شايفني غالية في عينك قوي وسبت السماء وال24 شيخ وكل المجد ده ونزلت عشان تبقى قريب مني، انا كمان يا رب نفسي اعمل كده. هتقولوا لي ده ربنا، لا ربنا لما نزل قال الكتاب كده، كان اخوه بين اخوه اخ بين اخوه كثيرين، شريك لينا تشارك لنا في الدم واللحم، قد تألم مجربا رئيس كهنه غير قادر يعني او سوري قادر انه يرثي لضعفاتنا. فكلام الكتاب بيأكد في اكتر من موقف انه ربنا اتنازل عن السلطه اللي الكتاب قال عنه كده كان متسلطا في مملكه الناس، اتنازل عن السلطه دي لانه عينه شايفه زي الاب الجميل ابو الولد الشاطر الضال اللي يعني اتنازل عن كرامته، اتنازل عن وضعه كاب بقى وسط الدنيا، وازاي ابنك انت
ساعات برضو احنا بنعمل حساب، برضو دي نقطة مهمة، بنعمل حساب لكلام الناس، ناس هيقولوا ايه وناس هيعملوا ايه. الراجل ده مركز حاجة واحدة، ايه مصلحة ابني. ايوه ايه النظرة، خير ابني. ايه النظرة المستقبلية بتاعت الراجل؟ النظرة المستقبلية ان انا مش عايز ابني يطلع في عقد نفسية. طلع في عقد نفسية خلاص، اتشارك انا وربنا وابني في ان احنا يعني على قد ما نقدر، طبعا ما بقولش 100% علشان يبقى كلامنا عملي، نقلل او نشفي جرحين ثلاثة من الجروح اللي موجودة. ان الولد مثلا مش حاسس بقيمته اقدره، محتاج تشجيع اديله كلمات تشجيع، مش تشجيع على الفاضي، لكن هو بيحكي لي موقف اركز على الايجابي. في نقطة سلبية، بعد ما نخلص الايجابي نبقى نركز على السلبي. احنا بنعمل كده في حياتنا للاسف. مثلا تبقي في شغلك وعامله كل حاجه كويسه، وبعد كده تلاقي المدير يقول لك ايه، بس الحته دي مش مظبوط. طب ما احنا لا احنا نتعلم حاجه تانية، احنا اولاد ربنا نتعلم حاجه تانية. زي ما جه ربنا يعني مثل واضح قوي في سفر الرؤيا، الرساله اللي ربنا بعتها عن طريق يوحنا للسبع كنايس، لو جينا قريناها عشان بس ما ضيعش وقتكم، يقول لك ايه، عملت كذا، سويت كذا، مش عارف عملت سوي، بس بقى بيجي في الاخر يقول له ايه، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، عندي عليك انك تركت تعليم مش عارفه مين، عندي عليك كذا كذا كذا. بس بيبتدي بايه؟ بالايجابيات. انا كمان مع اولادي ابتدي بالايجابي معهم، جاي يحكي لي مشكله نتكلم على الايجابي وبعدين السلبي. هياخد وقت؟ هياخد وقت كده. تمام وصلت ولا لا؟ تمام. ناخد بقى لو ولادي لسه صغيرين. احنا قلنا ايه؟ واحد، ان خلاص بقى يعني انا بتنازل عن السلطة، فمن ولادي وهم صغيرين انا واعي للنقطة دي. تمام. ان انا ربي مش عايزة استغل او استخدم الامكانيات المتاحة ليا كأب او كأم ان انا اسيطر على ابني. تاني حاجة، يكون بينا دايما اتفاقات. طيب الصغيرين دول سن كام بقى؟ من سن كام نقدر نعمل كده؟ يعني مثلا ممكن من سن المدرسة اللي هو الكي جي او بيبي كلاس، لان هو ابتدى بقى يبقى بيروح المدرسة، بيختلط بالناس بتاع. مثلا رجع طبعا الولاد مع بعض، لقط شتيمة. ايه ده، انت ازاي تقول كده، انت ماما بتسمع الكلام ده، بتسمع الكلام ده من ماما، بتسمع الكلام ده من بابا، ما يصحش، مش عارفة ايه. فانا الولد يعني اولا ممكن جدا يكون مش مدرك الشتيمة دي قد ايه وحشة ممكن، وبعدين وصلت له بقى رساله ان ماما بقت ايه بقى، يعني الرجل الاخضر او بابا، في بقى خوف دخل جوه قلبه. فبعد كده ممكن جدا ما يعني ايه اخبارك النهارده، اخبار يومك ايه، كويس، ايه عملت ايه مع اصحابك، ايش في ايه، في ايه، انا دخلت دخله. لكن مثلا بحبيبي انا استوعبه بقى الكلمه دي، هل انت بتسمع ماما وهي بتقولها، سمعت بابا قالها قبل كده، الكلمة دي مش حلوة، معناها ايه يا ماما، هي كلمة بابا وحشة وخلاص ما نقولهاش. في بقى ايه، ابتسام على وشي، مش التكشيرة، مش الزعيق، مش امسكه كده وعنفه، دي حاجات كلها بتأثر في نفسية الولد. يعني حتى لو هو انت تخيلت ان هو خلاص سمع الكلام وسمع النصيحة، بس هي وصلت له رسالة اضافية وحشة مع الكلام اللي انت قلتيه. الحمد لله ابني مش بيشتم، ده ممكن يكون في المدرسة بيشتم. انت لو رحت سألتي عليه في المدرسة تلاقيه يعني ممكن جدا المدرسة تشتكي ليكي، ده الولد شقي، ده الولد كذا، ليه؟ الخوف اللي انت صدرته له من الموقف ده طلع في شكل بقى هو في المدرسة عنف وغضب، وممكن جدا يشتم، بس هو في البيت هو زي الفل. وياما بقى، عايز اقول برضو ملحوظة مهمة جدا لولادنا لينا يعني مع اولادنا، انه ساعات بيتهيأ لنا انه طالما اولادنا في البيت كويسين وتمام التمام وبيكلموش يبقى هما في بره كده، لا، ده انا بحس انه العكس، ان الاولاد في البيت بيعملوا اللي هم نفسهم فيه وبره بيبقوا جمال جدا. لا مش قصدي كده، يعني مثلا بنسمع عن مشاكل، مثلا مثلا خادم في الكنيسه جاي يقول لك ان بنتك عامله علاقه مع ولد، يا نهار ابيض، ازاي، دي بنتي مؤدبه، دي بنتي كويسه. طب حضرتك عرفتي منين ان بنتك مؤدبه او كويسه؟ هو اساسا في تواصل بين ازاي؟ لا 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 مش ممكن بنتي تعمل كده، اكيد يا مستر انت غلطان. طب انت رجعتي تصرفاتك، رجعتي
هل انت بتدي حضن لبنتك؟ انا بشوف امهات كتير في مدارس الاحد وفي القداس العيال بتعمل مثلا شويه قلق او حاجه تروح مثلا ارسام من تحت تعنفها تعنفه قاعدين مثلا مع بعض والبنت جايه مثلا عايزه تترمي في حضن مامتها عايزه ايه بعدين مهما القعده اللي انت قعدتيها دول عيالك اهم قاعده مع اصحابك قاعده مع اخواتك قاعده مع حاجه بتعملي اجتماع مهم ماشي ده بنتك ده ابنك تاخديه في حضنك عيالنا مش من صغرهم متعودين على الحب والحنان واللمسه عشان كده بيطلعوا ناشفين وبعد كده ارجع اقول ابني مش بيديني حضن بنتي مش بتديني حضن ما هو بسبب كده هو طلع ففي نظره مستقبليه يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي تساعدني ان انا عايزه اطلع ابني او بنتي مثلا حنين عليا حتى على الاقل وعلى بابا يعني فانا من صغري اعلمه كده مش مثلا اول ما يجي لا اخده في اول ما ارجع من المدرسه اخده في حضني وبوسه بتاع حتى لما يكبر برضو ابوسه واخده في حضني يعني ساعات بنستكبر او ساعات ايه ده طلع ابني مدلع انا ما تركش طلعه مدلع بس طلعه شبعان عشان ما تبصش بره وبنتي نفس الكلام ليهم اصحاب مش ده وقته ان انا اقطع الاصحاب ده وقته ان انا استرده ده وقته ان انا ارجع التواصل حبه حبه وهو لوحده صدقيني هو لوحده شويه شويه هيبتدي مش ما يبقاليش لي اصحاب طبعا لان ده علامه مش صحيه بس هيبتدي يفرز الاصحاب بتوعه لا دول اصحاب ده من وهو صغير بقى لا لما خلاص انا معلش انا بكلمك لا يعني بكلمك على حته انه يعني مش بناخد بالنا من حته التعنيف او الترهيب او التخويف لعيالنا وهم صغيرين ليه لان ما عنديش نظره مستقبليه لكن لما بقى مثلا لما بقول لك مثلا شتم شتيم ايه ده اخده في حضني وهو غلطان خديه في حضن هو ربنا ما بياخدناش في حضن واحنا غلطانين بياخدنا طبعا الاب الجميل ما خدش ابنه في حضنه وهو جاي من كره الخنازير مش عايزه اقول لحضرتك يعني الريحه بتبقى شكلها اي حد فينا يروح المقطم يعرف يعني الريحه بتبقى شكلها ايه مش خده في حضنه انا نفس الكلام فمرجعيتي باستمرار ربنا حتى بقى وعيالي صغيرين الحق الحته دي اني دايما اربيهم على الترغيب اربيهم على ابداء الراي يا ده هما كده هيركبونا بالعكس انا لما ببني فيهم شخصيه ان هما لا احترم ماما زي ما البابا شنودة قال بيبقى في ثقه في ماما في ثقه بابا في ثقه في المشوره في مرجعيه عندي ليه لان انا ما نفرتهمش وما وصلتهمش رساله ان انا ماما وانا بابا فانت لازم تسمع الكلام لا تمام يعني في النهاية بقى كده يعني لو سألنا سؤال صريح وواضح ازاي نصاحب ولادنا او ازاي نبقى اصحاب ايه الحاجات مثلا اللي مثلا ما عملهاش ايه الحاجات اللي انت قلتي على حاجات كتيرة ايجابية ممكن نعملها ايه الحاجات اللي بلاش اعملها ازاي نبقى اصحاب نتكلم مع بعض ونتحكي مع بعض وما يقفلش مني كده ونبقى احنا الاتنين بعاد عن بعض اسلوب التعنيف والترهيب يعني او اسلوب الاوامر يعني لا ده ولا ده محبوب طب هل معنى كده ان مفيش مثلا تاديب لابني او مثلا عمل حاجه غلط اقوله بهدوء انت عملت الحاجه الغلط دي طب انا هيبقى رد فعلي كذا انت ما سمعتش كلامي الهدوء ده بيجي منين بس الواحد بيبقى مستفز يعني ما احنا اتفقنا بقى انا هاخد بقى ايه هاخد ربنا مرجعيه ليا طبعا انا ما بقولش يعني ان انا كل مره هنجح بس كل مره لما بهدى مع ابني انا برتاح وبحس ان ابني ابتدى يهدى من ناحيتي وطول ما في دماغي امر واضح اسمه مرجعيتي ربنا في التربيه ده على فكره ده مش كلام لا كبير ولا بتاع قديسين ولا بتاع قامات روحيه عاليه لا بس دايما برجع لربنا انت رب ربيتني ازاي طب انت انا لما بغلط انت بتعمل معايا ايه بتسيبني ولا تاخدني في حضنك وتطبطب عليا وتقنعني انه الخطيه يا بنتي خاطئه جدا والخطيه هتفصلك عني وكده طب هل انا دلوقتي لما ابني غلط مثلا وانا خدت تصرف معين ينفع ارجع بقى لربنا واساله انا ماشيه صح ولا غلط لازم هو يعني بصراحه في امور كمان بتبقى شائكه مش عارفه ارد على ابني مش عارفه اعمل ايه طب لو انا قلت له كده هيقول لي كده طب لو ما قلت له فممكن جدا ربنا يعني زي ما الكتاب كده بيقول يعني في الاوقات اللي بولس الرسول كان بيحتاج فيها ردود يقول لك كده
فامتلأ بولس بولس مثلا من الروح. فانا على طول يعني في خط ساخن بيني وبين ربنا، لا رب الحقني انا مش عارفه اتصرف ازاي دلوقتي، طب اقول له ايه، طب اعمل ايه. ممكن جدا ربنا يبعت رد سريع، وممكن جدا ربنا يقول مثلا لو الموضوع طب حبيبي ممكن تديني فرصه، طب افكر، بلاش بقى اقوله هصلي بقى والكلام ايه، عشان ساعات برضو الحاجات دي بتعمل حساسيه عند الولاد. طب حبيبي تديني فرصه بس افكر شويه، ماشي ماما. ممكن حبيبي بس طب اراجع الامور في دماغي، ماشي يا بابا. فهماني؟ فبلاش ايه بقى ليه، لان انا كمان برضو ببص لقدام، مش عايزه الولد يتصادم مع ربنا، لان ممكن لما اخش مثلا واصلي وربنا ما يريحنيش من ناحيه الامر ده، هقول له بقى انا مش مرتاح، اه تدخلتي صليتي يبقى ربنا ضدي، اه سمعتي بقى صوت. بنسمع برضو الكلام ده من 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 الولاد يعني. فكمان انا بنتبه، معلش الامر هيخليني امشي على الشعره، دول الغاليين صح؟ صح دول الغاليين ولا يعني. طيب في النهايه كده نحب نصلي مع كل اب وكل ام عندهم المشكله دي. حاضر. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا الصالح ورعينا الامين، ابونا الطيب، جايين لك يا رب، جايين وبنقول لك الاول حاطين حياتنا يا رب في ايديك، ونقول لك كده بنشكرك على طولة بالك، نشكرك يا رب على وسع قلبك، نشكرك يا رب على طرقك العجيبة في تعاملاتك مع كل نفس يا رب على الأرض، برغم ان انت كان ليك القدرة والسلطة انك تستخدمها وتجيب الناس دي كلها ليك، ما بتعملش كده يا رب، لكن بتتعامل معنا بالترغيب، بتتعامل معنا بالتشجيع، بتتعامل معنا بالتقدير. أشكرك يا رب يسوع انك انت بتدعونا أحباء، أي أصحاب، أي أصدقاء. أشكرك أنه ده هنتعلم منه ربي لحياتنا مع أولادنا، ناخد منك ربي ونديهم، زي ما أنت رب علمتنا نكون ولادك، وزي ما أنت واسع معانا، وزي ما أنت لطيف معانا، وزي ما أنت وديع معانا، وزي ما أنت بتتعامل حتى مع أخطائنا وضعفاتنا بمنتهى الحب ومنتهى الاحتواء. أنا مش أقولك يا ربي نبقى زيك، لكن على الأقل نبقى صورة صغيرة منك يا رب مع أولادنا. ساعدنا يا رب ودينا. أنا ما بقولكش يا رب الأمر سهل، الأمر صعب، لكن مكتوب يا رب أنه لا يستحيل عليك أمر. جايين لك أنا وكل إخواتي يا ربي اللي بيشاهدونا دلوقتي، وبنقول لك ولادنا في إيدك الأمينة، ولادنا في يمينك القديرة. بنعترف أن في أمور كتير يا ربي ما نجحناش فيها وعجزنا فيها، لكن طول ما أنت موجود، وطول ما حقك موجود، وطول ما كتابك موجود، وطول ما وعودك موجودة، وطول ما روحك القدوس ساكن فينا رب، هترشدنا وتعلمنا وتنصحنا. ساعدنا رب نكون بنتواضع، نتواضع أمامك. ساعدنا رب نكون بنغير وجهات نظرنا. ساعدنا نكون بيكون عندنا استعداد نتغير في أولوياتنا ناحية ولادنا. نمرة واحد يكونوا أصحاء، نمرة واحد يكونوا أصحاء قبل يا رب ما يكونوا ناجحين في مذاكرتهم وفي حياتهم العملية. أشكرك يا رب أن أنت سمعت واستجبت، وليك كل المجد. أمين أمين. إحنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتورة إيمان، وعلى وعد في لقاء تاني إن شاء الله. أشكرك يا دكتورة إيمان. إن شاء الله. مرسي يا حبيبي. شكرا. أعزائي المشاهدين، بنفكر حضراتكم وبنشجعكم على المشاركة في مسابقة أسرار كتابية. ابعتوا إجاباتكم على الواتساب والفايبر للرقم الخاص بالمسابقة اللي موجود أسفل الشاشة، والأسئلة هتنزل كمان على صفحة قناة الحرية بعد الحلقة. الخميس الجاي هتكون معنا خادمة، كان يكون معنا الدكتورة أليس توفيق، هتكلمنا في موضوع جديد. ربنا معاكم.